الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب في الغيبة من كتاب الكافي الشريف الحديث الثامن من احاديث هذا الباب عن الامام الباقر عليه الصلاة والسلام قال انما نحن كنجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم حتى اذا اشرتم باصابعكم وملتم باعناقكم غيب الله عنكم نجمكم فاستوت بنو عبد المطلب فلم يعرف اي من اي فاذا طلع نجمكم فاحمدوا ربكم الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون النجوم في الليل في البحار وفي الصحراء تدل المسافرين على الطريق، لأنه في الصحارى الشاسعة وفي البحار لا توجد علائم تدل على الطريق. فلذلك يعرفون الطريق عبر النجوم. ورسول الله صلى الله عليه وآله يشبه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالنجوم ايضا. وتأويل هذه الايه ايضا باهل البيت عليهم السلام. حينما الانسان يعيش في جو مليء بالعقائد الفاسده ويحتاج الى من يهديه فبعد رسول الله صلى الله عليه واله الأئمة هم الذين يهدون إلى الحق في هذا الحديث الإمام الباقر يقول نحن كنجوم السماء وجه التشبيه في الارتفاع ارتفاع المنزلة وأيضا في الاهتداء بهم النجوم بسبب حركة الأرض يغيب بعضها ويطلع بعضها الآخر. يعني في بداية الليل ترى نجومًا، بعد فترة تأفل هذه النجوم وتطلع نجوم أخرى، لأن مواقع النجوم مختلف. والأرض حينما تتحرك تبدأ برؤية يبدأ الإنسان برؤية بعض النجوم، وباستمرار الحركة موقع الأرض يتغير، فلا ترى تلك النجوم، وإنما ترى نجوماً أخرى. فالإمام يقول: كلما غاب نجم طلع نجم، لأن الإمامة مستمرة، والله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من حجة. فهكذا الأمر مستمر إلى الوقت الذي إذا أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم، في معنى هاتين الجملتين احتمالات، من جملة الاحتمالات ترك التقية حتى اذا اشرتم باصابعكم يعني بدل ان تكتموا وتستعملوا التقيه بداتم تتركون التقيه فتشيرون وملتم باعناقكم بمعنى توقع الظهور لان الانسان الذي يتوقع شيئا يدير وجهه باتجاه الطريق باتجاه المكان الذي يتوقع منه مجيء الشخص فهذا يستلزم ميلان العنق حين ذاك حينما تتركون التقية وتتوقعون قيام حكم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حين ذاك الله سبحانه وتعالى يغيب وليه، لعل ذلك يتضمن ايضا بيان عقوبة لمن خالف، هذا احتمال، الاحتمال الاخر عكس هذا الاحتمال، حتى إذا أشرتم بأصابعكم بمعنى استعملتم التقية لا تتمكنون من الجهر بالكلام فلذلك تستعملون الإشارات لأن أحيانا الإنسان لا يتكلم وإنما يشير إلى محذور في الكلام فمعنى ذلك أنه إذا اشتدت التقية عليكم وملتم بأعناقكم يعني الظالمون يقتلونكم فهذا اشارة إلى شدة نكاية الظالمين بالمؤمنين، لأن المحكوم بالإعدام الذي يراد أن يضرب عنقه يميل رأسه فيميل عنقه. إذا احنا نلاحظ من زمان الإمام الهادي زمان المتوكل. إلى زمان الإمام العسكري في زمان المعتمد العباسي، في هذه الفترة كان الأئمة في شدة شديدة جداً، لأن المتوكل استدعى الإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء، وسامراء معسكر كان، صحيح كان هناك من يسكن في سامراء، لكن في الأساس هو معسكر. واصل تأسيس سامراء كان بسبب انه المعتصم العباسي اراد ان يستقوي بالاتراك لان امه كانت تركية فجاء بمجموعة كبيرة من الاتراك لكي يحموا سلطانه فهؤلاء ازدادوا وبدأوا يعيثون في بغداد فسادا، فلذلك نقل العاصمة من بغداد إلى سامراء، فنقل هؤلاء الأتراك معه إلى سامراء، فبالأساس سامراء كانت معسكر، والمنطقة التي كان يسكن فيها الإمام الهادي والإمام العسكري كانت تسمى العسكر. ولذلك نسبة إلى هذا المكان قيل للإمام الهادي وللإمام العسكري العسكريان زي المعسكر وعيون السلطة موجودة دائما فالإمام الهادي والإمام العسكري كان في تقية شديدة وحتى لقاء الناس بهم من المؤمنين كان قليلا جدا. في هذا الزمان شدة زمان التقية وشدة بطش المتوكل العباسي كان يبطش بطشا شديدا وقضاياه معروفة فيما صنعه بقبر الامام الحسين عليه الصلاة والسلام وبزوار الامام الحسين وبعامة الناس. حينما يصل الأمر إلى هذا الحد، الإمام الباقر يقول: غيب الله عنكم نجمكم، فاستوت بنو عبد المطلب، الإمام المهدي غائب، سائر السادة من ذرية عبد المطلب، هل فيهم أحد إماما؟ كلا. استووا في عدم كونهم ائمه، هذا ليس معناه استووا في الفضل او في العلم او في الورع او في التقوى، لا استووا في عدم كونهم ائمه، يعني في غيبة الامام المهدي هل لنا امام معصوم من ذرية عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه واله؟ كلا. في هناك سادة علماء في سادة مذاهبهم مختلفة سادة من الشيعة سادة من السنة سادة من الزيدية لكن هؤلاء كلهم يستوون في عدم كونهم أئمة المعصومين فلم يعرف أي من أي يختلط الأمر على كثير من الناس يحتارون ماذا يفعلون هذه غيبة، فمتى تبدأ الغيبة؟ حينما أشرتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم، لكن هذه غيبة مؤقتة، حتى إذا هي طالت سنوات، لكنها مؤقتة، الآن عيسى عليه الصلاة والسلام غائب عنا. الآن عيسى عليه الصلاة والسلام غائب عنا مع أنه حي. أكثر من ألفين من السنين الله سبحانه وتعالى رفع عيسى إلى السماء وهو حي وسيظهره الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام كما دلت الأحاديث الصحيحة الله سبحانه وتعالى حين ظهور الإمام المهدي يرجع عيسى إلى الأرض فيصلي في بيت المقدس خلف الإمام المهدي البعض يستغرب من غيبة الإمام المهدي كيف الإمام المهدي غائب منذ ألف ومائتي عام ونيف غياب عيسى أعجب لأن الإمام المهدي موجود في الأرض يعيش في الأرض وعيشته عيشة طبيعية نعم هو غائب لكن يعيش كسائر الناس غائب لا يعرف أما عيسى عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء وهو يعيش في السماء زين عيسى شلون يعيش شلون يأكل ماذا يصنع لا ندري فهذا أعجب من غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والغريب أن البعض يستنكر طول حياة الإمام المهدي ولا يستنكر طول حياة عيسى عليه السلام مع أن عيسى أكثر في عمره من الإمام المهدي، الإمام المهدي إذا عمره 1200 وكسور، عيسى عليه السلام عمره أكثر من 2000 سنة. وكذلك الخضر الخضر من زمان موسى كان يعني قبل 4000 سنة ولا زال حيا. والأعجب أن العامة يعتقدون بأن الدجال كان في زمان رسول الله وهو حي الى الان وسيبقى الى الوقت الذي يظهر الامام المهدي فيقتل الدجال يعني عدو الله الدجال لا يستغربون من حياه من زمان الرسول 1400 ونيف من السنوات لكن يستغربون من حياة ولي الله سبحانه وتعالى. فإذا طلع نجمكم فاحمدوا ربكم. بعض الأحاديث من هذا الباب في باب الغيبة قد مرت سابقا بأسناد أخرى وبألفاظ قريبة لذلك نتركها ونرجعها إلى ما شرحناه فيما مضى. حديث آخر من أحاديث هذا الباب عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن بلغكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا تنكروها، فلا تنكروها. أنت تعتقد بالله، وتعتقد بقدرة الله، وتعتقد بحكمة الله، وتعتقد بعصمة رسول الله صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى إذا غيب وليه لا تنكر ذلك لا تستشكل لازم تكون مسلم لأمر الله إذا أنت تعتقد به وتعتقد بحكمته لازم تسلم إليه انت تعتقد بنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه واله وتعتقد بعصمته لازم تسلم اليه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما في نفسك لازم لا تشعر بحرج فضلا عن عدم الانكار باللسان البعض يقع في أجواء ويقول حشر مع الناس عيد إذا وقع مع النصارى إشكالاتهم الباطلة على الإسلام يتقبلها وينكر أحكام الإسلام إذا وقع مع الملاحدة يتأثر بهم فينكر وجود الله سبحانه وتعالى. اذا وقع مع المخالفين يتاثر بهم فينكر فضائل ومقامات على الائمه عليهم الصلاه والسلام. بس اما من الاساس ينكر او لا يخفف. مع ان الحق لا يتبع اهواءهم. الايه الشريفه تقول ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. إذا كل الناس أجمعون يقولون بأن الجاذبية غير موجودة كلام الناس راح يغير من الواقع شيئا كلا مئات بل آلاف السنين كان علماء الفلك وعامة الناس يعتقدون بأن الأرض هي مركز الكون وان الشمس والقمر والكواكب والنجوم تدور حول الارض علماء الفلك كانوا يعتقدون بذلك هذا كان يغير من الواقع شيئا كله الواقع ان الارض هي التي تدور حول الشمس وأن كواكب المنظومة الشمسية تدور حول الشمس. أما النجوم فلا تدور لا حول الأرض ولا حول الشمس. نعم، القمر يدور حول الشمس. زين، الواقع بزعم الناس كان يتغير؟ لا، لا يتغير. هسه إذا واحد يعتقد بأن الله غير موجود سبحانه وتعالى. هل هذا يغير من المعادلة شيء؟ إذا واحد يعتقد بأن محمدا صلى الله عليه واله ليس رسولا لله، هذا يغير من الواقع شيئا؟ كلا. إذا واحد يعتقد بأن الإمام المهدي غير موجود أو ليس بإمام، هذا يغير من الواقع شيء؟ لا. لذلك الإنسان لازم لا يتأثر بالأجواء، وإنما الإنسان يكون مع الحق. لذا الرسول صلى الله عليه واله قال لعمار: رضوان الله تعالى عليه، إذا رأيت الناس سلكوا وادياً، ورأيت علياً سلك وادياً آخر، فاسلك الوادي الذي يسلكه علي عليه السلام. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين علياً عليه الصلاة والسلام مع الحق. الرسول يقول علي مع الحق، والحق مع علي. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي وأيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين حيث يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ماذا يقول وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فاذا هسه اذا واحد لا يعتقد بالائمه لا يعتقد بالامام المهدي هذا لا يغير من الواقع شيئا لان تصورات الانسان لا تغير الواقع التكويني لذا يقول ان بلغكم عن صاحب هذا الامر غيبه فلا تنكروها ايضا حديث اخر مر فيما مضى الحديث الثاني عشر عن الإمام الصادق -عليه الصلاة والسلام- قال: "للقائم غيبتان يشهد في إحداهما المواسم يرى الناس ولا يرونه". الإمام المهدي له غيبتان عبر بالقائم. كلمة القائم هذه اصطلاح في الإمام المهدي، ولو أن الأئمة جميعا هم قائمون بامر الله لكن الاصطلاح في كلمه القائم انه يقوم بالسيف هذه الكلمه خاصه بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لانه من بعد الامام الحسين عليه السلام الى الامام العسكري لم يقم أي واحد من الأئمة بالسيف لذا هذا اللفظ خص بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول للقائم غيبتان ما هو الفرق بين الغيبتين في الغيبة الصغرى التي بدأت من مولد الإمام المهدي أو بدأت من حين استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام هذه استمرت إلى سنة 329 لأن مولد الإمام المهدي سنة 255 واستشهاد 254 لأن مولد إمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في سنة مئتين وخمسة وخمسين، واستشهاد الإمام العسكري في سنة مئتين وستين، فالغيبة استمرت إلى سنة ثلاثمية وعشرين. هذه الغيبة الصغرى. في هذه الفترة الإمام عليه الصلاة والسلام كان له نواب خاصون. يعني عين عثمان ابن سعيد العمري نائبا خاصا فعثمان ابن سعيد كان يلتقي بالامام المهدي وهو الواسطه بين الامام وبين الشيعة ومن بعده عين محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري ومن بعده عين الحسين بن روح النوبختي ومن بعده عين علي بن محمد السمري. هذه فترة نيف وسبعين سنة. الغيبة الصغرى، لأن الناس كانوا يمكنهم الاتصال بالإمام المهدي عبر الوكيل الخاص، السفير الخاص. بوفاة علي بن محمد السمري. الإمام لم يعين نائبا خاصا بدأت الغيبة الكبرى في زمن الغيبة الكبرى شنو تسوي في زمن الغيبة الكبرى الطريقة التي عينها لك الأئمة عليه الصلاة والسلام ترجع إلى الفقهاء العدول وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فعلى العوام ان يقلدوه يكون فقيه هذا اولا ثانيا يكون متقي ورع عادل تراجع هو قد صرف عمره في تحصيل العلوم الدينيه واستنباط الاحكام الشرعيه فتتعلم منه المسائل تقلده. وماكو نائب خاص للامام في هذه الفترة. ماكو واحد يجوز لك ان ترجع اليه وتاخذ منه الاحكام الشرعية. الامام في هذه الفترة، فترة الغيبة الكبرى ما عنده نائب خاص. ماكو واحد يرتبط مباشرة بالامام ويتلقى الاحكام منه، إلى أن يظهر هو، سلام الله عليه والفقهاء العدول هم الذين يحفظون الدين في الحديث الشريف في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته الحدود شوف الحدود اللي الأعداء يهجمون من اللي يقف أمام هجوم الأعداء في الحدود الجنود والعسكر المخلصون للوطن الحديث الشريف يقول هناك ثغر يعني حدود ذاك الطرف إبليس وعفاريته يردون يهجمون على المؤمنين لكي يحرفوا عقائدهم وأعمالهم من حرس الحدود الدينية الفقهاء العدول هؤلاء يقاتلون إبليس وجنوده ليحفظوا عقائد الناس وعامة المؤمنين للقائم غيبتان يشهد في إحداهما المواسم يرى الناس ولا يرونه يرى الناس يعني يراهم ويعرفهم ولا يرونه يعني لا يعرفونه يمكن يشوفوا كما في بعض الأحاديث أنت رايح بالحج تشوف آلاف وعشرات الألوف من الناس ولا تعرف أيا منهم تشوفه لكن ما تعرفه يقال لك هل رأيت زيدا؟ تقول لا لم أره، ويمكن انت شايفه ولم تعرفه، لكن هذا الاصطلاح لم أره يعني لم أره رؤية معرفة، في إحدى المواسم في إحدى الغيبتين يشهد المواسم، والظاهر أن المراد أنه في الغيبة الكبرى، لأنه في الغيبة الصغرى كما ذكرنا فيما مضى. الإمام الله سبحانه وتعالى حفظه بالطرق الطبيعية. يعني بلا تشبيه مثل الآن السلطة جائرة تريد تقبض على إنسان وتقتله، هذا يختفي. هذا اختفاء من بيت إلى بيت ينتقل من مكان إلى مكان، كل وقت احتمل أنه هذا المكان مثلا صارت عليه مراقبة أو يحتمل أن يصير في مراقبة ينتقل إلى مكان آخر. ففي الغيبة الصغرى الإمام عليه الصلاة والسلام كان مختبئا بطريقة طبيعية. لذلك ما كان يذهب إلى الموسم. أما في الغيبة الكبرى فالله سبحانه وتعالى حفظ الإمام المهدي بطريقة غيبية مثل ما حفظ عيسى عليه السلام بطريقة غيبية. حفظ الإمام المهدي بطريقة غيبية. والخوف كان في زمن الغيبة الصغرى، أما في زمن الغيبة الكبرى لا خوف. في هذه الفترة الإمام عليه الصلاة والسلام في كل سنة يذهب إلى الحج. هذا هو الظاهر الذي يمكن أن يستفاد من الجمع بين الأحاديث. للقائم غيبتان يشهد في إحداهما المواسم يرى الناس ولا يرونه. الحديث الثالث عشر خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأيضا قد مرت هذه الخطبة بأسناد أخرى وقد شرحناها في ما مضى وهناك أحاديث أخرى نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين